سمعنا ان انت طلبت فسخ التعاقد، ان انت راجع النادي الاهلي تاني، صح هذا الكلام يا سعد؟ لا والله كابتن، يمكن انا يعني بالنسبه زي ما حضرتك بتقول الفتره الجايه وكده هتبقى بالنسبه لنا الموضوع هيبقى ان صعب ان احنا نكمل هناك في النادي تاني. يمكن انا خدت قرار انا محمود توبه ان احنا نفسخ عقودنا، مش يعني هنحاول ان احنا مش نبقى متواجدين الفتره الجايه في النادي عشان اللي حصل وكده، واحنا مش نفسيا مش هنقدر نلعب عشان الاجواء اللي حصلت والظروف دي. لكن هل انت مش قادر تلعب عشان انت قادم من النادي الاهلي، ولا مش قادر تلعب عموما يعني؟ برضو دي عايزين نوضحها يا سعد. لا عشان الاثنين يا كابتن. انت قلت لي انت وتوبه مش كده؟ انا وتوبه يعني احنا عشان نقطتين برضو، ما اكذبش على حضرتك النقطتين، ان احنا لان احنا اتاثرنا شويه باللي حصل، لان احنا برضو احنا اعرم النادي وما كملناش حتى بورسعيد 3 شهور او 4 شهور، يعني كان بقى بالظبط 4 شهور. فبرضو الموضوع احنا حاسين الموضوع لما حصل حاسين ان احنا كنا متواجدين في النادي، فحاسين الموضوع ده حصل لنا احنا، فالامور بالنسبه لنا هتبقى صعبه. يمكن برضو كابتن طارق الناس ما تعرفوش ان احنا كنا في شهر واحد، في اول شهر واحد طلبت انا وتوبه نسخ الاعاره برضو، يعني قبل ما الموضوع ما يحصل. ايه السبب؟ يكون في حاجه كابتن. ايه السبب يا سعد في شهر واحد؟ ايه السبب؟ الاجواء يا كابتن كانت صعبه هناك شويه، يعني جمهور النادي المصري صعب شويه. الناس في بورسعيد ناس محترمه جدا وكويسه، يعني الناس اهل بورسعيد نفسهم ناس كويسين جدا، ويعني احنا دخلنا ناس كان ما عندناش اي شمال، في ناس كتير كويسه، لكن جمهور الكوره بالذات يعني ملوش علاقه ببورسعيد، جمهور الكوره اللي هو بتاع النادي المصري الجمهور صعب شويه. طب قول لي يعني احنا كنا معانا سعد، سعد كان معانا الاستاذ احمد الضبع رئيس لجنه شؤون اللعيبه، وسالته سؤال مباشر، هل يحق للاعب اعاره او متعاقد مع نادي المصري لو لا قدر الله في عقوبات قاسيه على المصري، نزول الدرجه الادنى او هل يحق لاي لاعب ان هو يفسخ عقده؟ فقال لي لا يحق لاي لاعب ان هو يفسخ عقده. فقول لي هتعملوا ايه، او انتوا هتطلبوا ايه، او يعني هتعملوا ايه في موضوع فسخ العقد؟ هو كابتن احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص يعني، بس هو ده قرار خدناه بينا بنفسنا. بس احنا يعني هيبقى في اي تصرف بحيث ان احنا ما ان الموضوع ما يستكملش، يعني احنا هنشوف اي قرار بحيث ان الموضوع ما يستكملش، لان كابتن هم حتى لازم هم الناس برضو في اتحاد الكره كده لازم يفهموا ان هم لو يعني في دوري رجع وفي اي حاجه رجعت والنادي المصري لعب، هم كده مش هيحافظوا على اللعيبه ولا هيحافظوا على الناس، لان مهما حصل برضه احنا مش هنضحك على بعضنا، الناس هيبقى في لسه في ناس شايله شويه من النادي وشايله شويه من الاسم النادي والكلام ده كله، فدي مش هيعرفوا يحموا اللعيبه، فلازم هم ياخدوا اي قرار يحاولوا ان هم يحموا بيه اللعيبه. وغير ده كله غير حمايه اللعيبه، احنا زي ما قلت لحضرتك كابتن احنا من جوانا نفسيا مش هنقدر نكون متواجدين تاني، الموضوع هيبقى صعب جدا. اتكلمت مع حد المسؤول المصري يا سعد ولا لسه ما كلمتوش؟ لا ما هو ما فيش حد دلوقتي يا كابتن، يعني الناس كلها مش موجوده وكله قدم استقالاته، ما فيش اي حد متواجد، يعني ما فيش اي ملامح للنادي دلوقتي خالص، احنا دلوقتي بنتمرن لوحدنا كمجموعه والفتره الجايه عندنا معسكر كمان يومين مع المنتخب، فكل تركيزنا الفتره الجايه مع المنتخب. عموما بنتمنى لك التوفيق يا سعد، انت ومحمود توبه وكل لاعبي النادي المصري. كابتن حميد زي ما انت شايف يعني برضه هو في عجاله، انا عندي فصل.